رسول الله وعلى آلك الطاهرين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا باب فاطم لا طرقت بريبة ويد الهدى سدلت عليك حجابا، أولست أنت بكل آن مهبط الأملاك فيك تقبل الأعتاب؟ قل لي فداك، أما علمت بفاطم وقفت وراك تناشد الأصحاب؟ أو ما رققت لضلعها يوما حنى قسرا ومنه تطرد الأدناب؟ أسفي على العتاب، أسقط محسن منها ومن هالت لذاك ترابا؟ أو ما درى المسمار يوم أصابها من قبلها قلب النبي أصابا؟ وانت يا كرار حاضر هوشفيت يوم ضربه، هش عجب ما تلتفيت؟ شرد اقول انهبيت منهم لو خفيت؟ يا مشكر بالحرب حاجيني سيدي، تدري بيها قامت بطرق الثياب، وتدري بيها خايفة وفكت الباب، وتدري بالمحسن سقاط والفذن عاب، وتدري صاحت آية فضخ ديني، لكن ضل ناشدها وعلى الخدين تجري دمعتي. وش هالعصابة يا بنت المصطفى وريحانتي؟ قالت الطاغي لطم خدي وعمان بلطمتي، ونحل جسمي بنبتة المسمار يا ليث الحرام. آخ ومصيبته وفاطمة، ولكن الأمر لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين وعلى ظالمي آل بيت محمد، لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: يا كميل، هلك خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر. حديثنا يتناول جانبا من شخصية سيد الطائفة
وزعيم الحوزة العلمية، وهو آية الله العظمى أبو السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي رحمة الله عليه، الذي توفي في 8 من صفر سنة 1413 هجرية، عن عمر يصل إلى 96 عاما. لا أريد أن أدخل في بداية حياته، وإنما نشير إلى الدور الذي قام به. أخذ يدرس بحث الخارج وعمره 25 سنة، بدأ يواصل هذا المشوار من دون انقطاع ولا توقف ولا تعطيل ولا تراخي، إلى أن صار عمره 93 سنة. فبعد هذه 3 سنوات أصبح متعبا جدا ولا يستطيع الذهاب إلى حلقة الدرس، لكن أنه استطاع أن يلقي بحث الخارج لمدة 70 سنة، يعني 70 سنة وهو على كرسي البحث الخارج يعلم ويدرس. وما سمعنا أحدا في تاريخ الشيعة من علماء الطائفة أنه وفق لأن يدرس مستوى بحث الخارج إلى مدة تصل إلى 70 سنة بالتمام والكمال، بحث الخارج التخصصي، شخص يدرسه أكثر من 70 سنة، وقد أنتج في هذا الدرس إنتاجا كبيرا، حتى أنه لما ينقل عنه أنه درس هذا البحث الخارج 7 دورات كاملة، وبدأ في 8 ولكن صحته لم تسعفه في ذلك، ولهذا قليل من تجده يعني من العلماء استطاع أن يدرس بحث الخارج 7 دورات كاملة، أو ربما ما سمعنا في تاريخ الشيعة. طبعا سابقا كان علم الأصول، علم الأصول وكتاب الكفاية، كفاية الأصول للآخند الخراساني، هذا محور درس أو بحث الأصول، كتاب الكفاية للآخند الخراساني. يعني بعضهم يقول أنه يصل إلى 450 صفحة بحسب بعض الطبعات. بحث الخارج، يأتي هذا العالم المجتهد فيقرر المطلب، ماذا يريد صاحب الكفاية الآخوند الخراساني، يأتي بأدلته ويناقشها ثم يعرضها ويعرضها، ثم إذا أحد من العلماء يوافق صاحب الكفاية الآخوند الخراساني يأتي بأدلته ويأتي بأدلة المعارضين، ثم يختار رأيا معينا إما من الاثنين، يعني إما من الموافقين أو من المعارضين، أو يذكر رأيا أو يختار رأيا جديدا ويأتي بدليله.
وطبعا الحضور على مستوى الاجتهاد، الحضور على مستوى الاجتهاد، يعني أي يعني هنالك مجال للبحث وللأخذ وللمناقشة مع الأستاذ، يعني هنالك مجال وبحث للمناقشة مع الأستاذ، وهذا هو محور البحث الخارج، هو هذا كتاب الأصول. على كل حال فهذا كتاب الأصول ما استطاع أحد من العلماء أن يدرسه، ربما أكثر من دورات، لكن السيد الخوي استطاع أن يدرسه 7 دورات ودخل في 8، ولكن لم تسعفه الأقدار. لماذا؟ لأن العالم لما يأتي يدرس بحث الخارج أولا ينضج مبانيه ويذكر آراءه، لكن السيد الخوي يدرس الدورة يمكن 9 سنوات، 10 سنوات، 8 سنوات، أنه يذكر ما يريده صاحب الكفاية ويذكر أذلته ويذكر آراء المؤيدين وآراء المعارضين ويختار ورأيه، ثم يختار رأيه. والذي يحضر الدورة يحضرها تقريبا كما قالوا يمكن يصلون إلى 400 طالب علم، 400 طالب علم الدورة الواحدة، يعني إذا 400 × 7 كم يطلع؟ 2800، 2000 يمكن أقل أو أكثر، 2800 عدد كبير، هذا يعتبر شيئا كبيرا، وهذا يدل على مدى سعة طلاب السيد الخوئي. ولهذا لا يوجد صاحب دراية اجتهادية أنه درس في تلك الفترة الزمنية والتحق بالنجف إلا وهو من إلا وتتلمذ على يد السيد الخوي، إما لفترة يسيرة أو لفترة طويلة. هذا من التوفيق الذي حصل عليه هذا السيد بهذا المقدار، أنه استطاع أن يدرس بحث الخارج لمدة 70 سنة. هذا على مستوى بحث الخارج في كتاب الكفاية للأصول للخندل الخراساني. أما على مستوى كتاب المكاسب للشيخ مرتضى الأنصاري وهو في فقه المعاملات، الكثير من العلماء لم يستطيعوا أن يكملوا دراسة كتاب المكاسب لمرتضى الأنصاري، لأنه كتاب طويل جدا ومفصل وعميق، فلهذا ربما يصل الإنسان يدرس 15 سنة أو 20 سنة وما وصل إلى نصف دراسة الكتاب. ولهذا ليس كل فقهائنا أنهم بحثوا كتاب المكاسب من أوله وآخره، لكن السيد الخوي رحمة الله عليه درسه 2 دورات، الدورة الأولى من أوله إلى آخره، والدورة الثانية أيضا من أوله إلى آخره، وكل دورة آراء جديدة، وكل دورة طلاب وآخرون، ولهذا تختلف الدورة الأولى عن الدورة الثانية. هذا من التوفيقات التي وفق إليها هذا السيد الجليل. ولهذا تجد الآن يعني أكثر
الفقهاء المعاصرين تتلمذوا على يديه. يعني منهم مثلا سيد محمد باقر الصدر، هذا العلم الفد هذا تتلمذ على يده، وباقي الفقهاء المعاصرين أنهم يفتخرون أنهم تتلمذوا على يده، أنهم وفقوا لأن يعيشوا في عصر يستطيعون فيه الدراسة على يد هذا السيد الجليل. هذا على مستوى كتاب المكاسب، أما على مستوى علم الرجال فقد أعاد اعتبار علم الرجال، علم الرجال الآن مثلا في كتب تؤلف فيه موسوعات، علم الرجال كان له حضور قوي في القرن 18 وأيضا في 11، ولكن ضعف الاهتمام به، إلا أن السيد الخوئي أعاد الاعتبار علم الرجال وقال إن طريقتنا في الوصول إلى روايات أهل البيت عليهم السلام هو دراسة رجال السند، إذا ما استطعنا أن نعرف رجال السند لا نستطيع أن نوثق بالرواية. يعني مثلا لما يقول أبو بصير يروي الرواية عن الإمام الصادق، أي أبي بصير هذا؟ أبو بصير ستة مثلا، منهم موثق ومنهم غير موثق، وواحد معروف واحد مجهول واحد ضعيف. فهذا أبو بصير الذي يروي عن الإمام، أي أبو بصير هذا؟ هذا يحتاج إلى تمييز، يحتاج إلى علم. فالسيد الخوئي رحمة الله عليه أعاد اعتبار علم الرجال وأنتج كتابا اسمه معجم علم الرجال في الحديث في 25 مجلد، يعني كتاب ضخم، يعني يستطيع الفقيه الرجوع إلى هذا الكتاب وبدون تعب يرجع لما يريد أن يعرف هذا الرجل الراوي، يرجع إلى هذا الكتاب ويذكر ويرى رأي السيد الخوئي فيه أن هذا الرجل معتمد أو غير معتمد، موثق أو غير موثق، هل هو الذي نفسه هو الذي يروي عن الإمام المعصوم. فكان هذا العمل عمل كبير، ولهذا استطاع السيد الخوئي أن يخدم هذه المدرسة ويخدم الحوزة العلمية بما قدمه من خدمات جليلة. يعني يكفي أنه يدرس 70 سنة الأصول، يعني هذا أكبر خدمة قدمها للمذهب 70 سنة، وأنتج العلماء والفقهاء. ولهذا الآن العلماء الموجودين إما هم تلامذة السيد الخوي أو تلامذة تلامذته، إما تلامذته أو تلامذة تلامذته. استلم المرجعية والزعامة الدينية بعد وفاة السيد الحكيم رضوان الله عليه، ولكن ما تهنى بمرجعيته لأنه ظهرت في تلك الآونة أحداث ظهور الشيوع، فتنة الشيوعيين وفتنة البعثيين، وأيضا كان هنالك مجيء السيد الإمام إلى النجف وقيام الدولة الجمهورية الإسلامية في إيران. فلهذا الأحداث التي صارت، يعني مثلا انتصار الجمهورية الإسلامية في إيران، طلبوا من السيد الخوئي، يعني البعثيون نظام البعثي طلب من السيد الخوئي
إصدار فتوى ضد الجمهورية الإسلامية، ولكنه كان يرفض باستمرار، مما أدى إلى قيام البحثيين بتفجير سيارتي التي تنقله إلى مسجد الخضراء، ولكن نجا منها بأعجوبة، استطاع السيد أن ينجو منها بأعجوبة بالغة. بعد الذي عاصره السيد الإمام في مرجعيته تهجير غير العراقيين من العراق، مثل الإيرانيين، الإيرانيون جاءوا إلى العراق، وإما منهم بعضهم طلبة أو بعض منهم بعنوان وأنهم تجار، فجاءت هذه الدولة البعثية، كانت أحيانا تأتي بالحافلات وكل من تراه في الطريق وتنقله وترميه على الحدود. هؤلاء عندهم أملاك، عندهم بيوت، فأبا لم يأبأ هو بذلك. هذه كلها عاصرها السيد الخوي رحمة الله عليه، وأيضا عاصر مقتل أحد تلامذته وهو السيد الشهيد الصدر الذي استشهد سنة 1980 ميلادية، لأنه أخذ ويناضل آنذاك النظام البحثي آنذاك. أيضا كان السيد الخوي رحمة الله عليه كان إذا سمع أن، طبعا كان يتفاعل مع هذه الأحداث وكان غيورا على الدين وأهل الدين، كان إذا سمع أحدا من العلماء من تلامذته أصيب بشيء أو أودي أو قتل كان يهتز رضوان الله عليه. وهكذا استمرت الأحداث إلى سنة 1991 لما ظهرت الانتفاضة الشعبانية في العراق، وهزمت قوات البحث على أيدي قوات التحالف. هنا ثار الثوار، يعني أصبح الطريق يعني أصبح الثوار فرصة لهم، يعني الثوار العراقيون صارت لهم فرصة لأن يثوروا على النظام البعثي وأن يعلنوها أننا لسنا بحاجة إلى حكم البعثيين. طبعا هؤلاء الأمريكان الخبثاء كانوا يرون أن سقوط صدام في تلك الفترة يعني أن يكون العراق مستقلا، مجتمعا مستقلا، وهذا هم لا يريدونه، فلذلك أعطوا إشارة إلى هذا المجرم المقبور صدام أنه أنت المحظور عليك تحليق طائراتك، هذا هو المحظور عليك، غير ذلك ليس لنا شغل فيه، ليس لنا تدخل فيه، أنت فقط لا تقصف قواتنا ولا ترجع بسيرتك إلى الكويت، أما غير ذلك إذا أردت أن تصفي حسابك مع الناس فليس هنالك مشكلة. وطبعا هؤلاء النمور الجريحة ما أن أعطوا الإشارة حتى بدأوا بقصف كربلاء وقصف الأماكن المقدسة. يعني تتصور هنالك كم من يعني الانتهاكات التي حصلت، يعني الذي يراه الصور هناك كأنما يرى زلزالا قد حدث في تلك المنطقة، وهذا إذا يعني ودمر المباني، هذا إذا المباني هكذا، فما ظنك البشر؟ حتى أن ذاك المجرم لما قصف قبة الحسين قال أنا حسين وأنت حسين، ثم عطفوا على النجف الأشرف بالطائرات وصواريخ أرض وأرض، أطلقوا 40
صاروخا فدمروا ما دمروا حتى وصلت تلك القذائف إلى مشهد الإمام أمير المؤمنين سلام الله ودمرت ما دمرت فيه. طبعا صار هنا فوضى، اختل الأمن والنظام، فوضى ما بعدها وفوضى، ولذلك اعتدي على الممتلكات العامة، الاعتداءات على الممتلكات الخاصة. هنا السيد الخوئي ضمن منهجه في ولاية الفقيه المحددة عليها في حفظ النظام وبما يرضى الشرع بتفعيله أصدر عدة بيانات لاتجاه تكوين لجنة لإدارة الأوضاع في العراق ولحفظ النظام ومنع الاعتداءات على الممتلكات الخاصة والعامة وأيضا انتشال جثث الموتى، لأن بعد هذا الدمار الذي حصل يعني بعض الجثث ظلت 3 أيام 4 أيام في الشوارع. فالسيد الخوي أمر كون لجنة بانتشال هذه الجثث ودفنها، وفعلا كونت هذه اللجنة وقامت بدورها أحسن وقيام، إلا أن النظام البعثي لم يرضى حتى عن هذا الدور الذي قام، حتى هذا الدور كان يعتبرونه تدخل في الشأن العام، ولهذا جاءت قوات المخابرات وغيرها والجنود من الأعلى واقتحموا بيت السيد الخوئي رحمة الله عليه وأخذوه بشكل مهين، يعني 95 سنة بهذا العمر، زعيم الحوزة العلمية، زعيم الطائفة، يؤخذ هكذا. فلن أخذ من النجف إلى بغداد بكل إدلال ومهانة، وأدخل على المقبور المجرم صدام حسين لعنة الله، وأجبر في مقابلة تلفزيونية أن يظهر، إما أن يقول كلمة ترضيهم وإلا فكان السيد الإمام بين أمرين، ولهذا لما فصلوه عن ولده وأخذ وولده فصلوه عن ولده، فلما التقى معه قال هل شربت شيئا؟ قال نعم شربت عصير برتقال. قال لماذا شربت منه؟ يمكن في سم في شيء آخر. قال ماذا أصنع؟ 48 ساعة ما أكلت شيئا، ما شربت شيئا، وقدم لي هذا العصير فشربت إن شاء الله ما في إشكال ما في شيء. ولهذا البعض اللي يتصور من يتصور أنه يمكن دس إليه السم في هذا العصير، وبعضهم يقول لا القضية قضية طبيعية. على كل حال بعدها بفترة وجيزة من هذا الاحتقال لما أرجع إلى النجف أشرف بقي فترة قريبة، إلى أن في سنة 1413 هجرية في اليوم 8 من صفر في صلاة الظهر كبر تكبيرة الإحرام ولم يقل شيئا بعدها حتى سقط من صلاة بعد تكبيرة الإحرام، كبر ثم سقط وفاضت روحه إلى بارئها بكل نفس راضية مطمئنة بما قدمت وما عملت. وفعلا نقل هذا الخبر، أبناء السيد الخوئي أخبروا الناس ترى أنه السيد الخوئي قد توفي وأنه
التشيع يوم غد في الحوزة يعني في جامعة النجف الحوزة العلمية الساعة 9. وفعلا انتشر الخبر، إلا أن مدير مخابرات البحث في النجف الأشراف في المغرب أقبل إلى بيت السيد الخوئي وقال أنا عندي رسالة سريعة عاجلة بأن يدفن السيد الخوئي هذه الليلة وفي هذا الوقت. قالوا له أولا هذا يحتاج إلى مراسيم، يحتاج إلى تغسيل، تكفين، تشييع، ما فقالوا له ما يكفي. قال لا أنا حسب مأمور أنني مأمور أن يدفن الآن. فصارت مشادة كلامية بينه وبين أحد أولاد السيد الخوئي، وإذا بذلك المجرم يخرج المسدس ويهدد، قال إذا الآن تريد تلحق أباك وتدفن معه هذه الليلة. فأخذوا يقنعونه أنه لا يمكن في بهذه الصورة العاجلة دفنه. فاتصل ذلك الأخبر إلى قيادته وأخبرهم أنه من الناحية الشرعية ما يمكن دفنه بهذه السرعة، فاتفقوا على أن يكون دفنه قبل الفجر، يعني خلاص الساعة 2 الفجر خلاص. فعلا أخرج جثمانه الشريف من النجف الأشراف أو من بيته إلى النجف الأشراف، وكان وراه 3 سيارات عسكرية وحاطين على السيارات المدافع، إلى أن دفنوه في مسجد الخضراء في النجف الأشراف عند أمير المؤمنين سلام الله عليه. وكم الذين حضروا؟ تقريبا يمكن 33 أو 30 رجلا الذين حضروا تشييع السيد الخوئي. طبعا هذا ما يضر، 30 أكثر أقل، لكن يبقى هذا حسرة في النفس وحرقة وفي القلب أن مثل السيد الخوئي زعيم الطائفة الشيعية يشيع فقط بهذا العدد. وله أسوة بجدته الزهراء سلام الله، لأن شيع السيد الخوئي 30 رجلا فإن الزهراء سلام الله عليها قد شيعت، يعني الذين خرجوا في تشييعها 10 فقط 10 مو 30، سيدة نساء العالمين الأولين والآخرين فقط، المفروض الأمة كلها تخرج في تشييع جنازة، وإذا 10 ودفنوها ليلا لا نهارا وسرا لا جهارا. أقبل الحسنان طرق بيت سلمان، يا سلمان يسلم عليك أبي أمير يسلم يبلغك السلام ويقول هلم إلى تشيع أمنا الزهراء. وهكذا عمار والمقداد حفن من المشيعين شيعوا الزهراء سلام الله عليها. لله قبر، لله نعش للبتولة قد سرى بسريره سر الخليقة سيرا، لا غرو أن الرجال بحمله إذ أنهم حملوا الثريا للثرى. يا نعش فاطمة تراك علمت حملت ناموس الوجود ليقبرا. لله حملت جسما مثخنا بجراحه، وقف أمير المؤمنين عليه السلام عند قبر رسول الله
مناديا السلام عليك يا رسول الله مني ومن ابنتك الوالها البائتة في الثرى بمقعتك المختار الله لها سرعة لحاقبك. قل يا رسول الله عن ابنتك صبري وبان عن سيدة النساء تجلدي. يا رسول الله لقد استرجعت الأمانة واختلست الزهراء فما أقبح الغبراء والخضراء بعدكما يا رسول الله. نادى وصيتني وانا صبرت واستهضموني والزمت بيتي يا رسول الله ولفاني وديك الوديعة روعوها ولبباني وانا وحيد ما شفت لي منهم انصار. يا رسول الله فاشفح في هالحال واستخبر هالحال فكم من ألم في قلبها لم تجد إلى بثه سبيلا وعاشت عقب فرقاك من حول وعليلة ومن كثر تروي عرجش صارت نحيلة شحكي وشعدد من مصايب هالجليلة كل ما شفت هالحال قلبي يشتعل نار واعظم علي يوم في الحجرة لفتني اتناد انتهب مني فداك واسودمتني طلعت تنوح من بجاها ذوبتني لولا الوصية والقضاء صارت لها اخبار. آخ يا حاملين عش البتولة فاطمة رفقا بأعضاء مقطعة العرى يا نعش فاطمة فطرت حشاشتي. يا الله بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. إلهي أجب المضطر واكشف السوء والبلاء عنا وعن عبادك المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها لا سيما في بلدنا وفي جميع البلدان الإسلامية لا سيما إخواننا في العراق. اللهم فرج عنهم واحفظهم واحفظ مراجعنا العظام ومقدساتنا الإسلامية في كل مكان. اللهم واحفظ مراجعنا الماضين. اللهم ارحمهم برحمتك والشهداء لا سيما السيد الخوئي وغيره من الفقهاء الماضين رحم الله من يقرأ لروحه سورة الفاتحة. أفلح من يصلي على محمد وآل محمد.